تدريبات الغوص لكورت سيماس توستر. أولاً الدريف، وهي قصة احترافية ينط فيها الغطاس للبحر والسفينة تمشي، والسبب إن السفينة ما تقدر توقف بالمكان هذا علشان أكو محمية أو شعاب بالمنطقة هذه. الأوكي ساين حق المركب عشان يقول لهم إن أغراضه ومعداته كاملة وتشتغل مضبوط، أما الأوكي ساين حق البادي أو المدرب اللي معانا عشان يقول له إنه جاهز للغوص. أما معادلة الضغط فلازم تضغط على خشمك وتحاول تطلع الهواء من الأذن، وبكذي راح تتم المعادلة. أولاً راح نسوي غطسة غزيرة، وراح نلاحظ تغيير في لون الدم تحت الماء. راح ناخذ معانا طماطة عشان عند 10 متر راح يصير لونها أخضر، و20 أصفر، و25 راح نشوف، و40 عند 25 ممكن راح يصير لونها أسود أزرق أصفر على حسب الضغط، وعند 40 راح يصير لونها بلاك. وهذه طماطة التست عشان بس أشوف إن لون الدم فعلا يتغير. بالنسبة للبوصلة نستخدمها علشان نعرف الاتجاه وموقع المكان اللي نبي نشوفه بالغطسة، وفي التدريب نتعلم شلون نمشي على خط مستقيم أو ثلاثي على شكل مثلث أو رباعي على شكل مربع. ويستخدمها الغواص إذا كان ضايع ومو عارف يرد، فيروح يم الشعاب ويفتحها من على عمق 5 أو 6 متر، وهم يقدر يفتحها إذا كان في بحر مفتوح علشان تسهل حق سفينته إن تشوفه وتروح له، وهم تكون علامة تنبيه للسفن اللي مارة إن في غطاس تحت بالمكان هذا. البوية لها بكرة مربوطة فيها، ولازم الغطاس ما يهدها إذا كان فاتحها، ولما يفتحها الغطاس لازم يقعد يلفها علشان ما يتهرشف فيها ولا تتعلق بالشعاب. وفي هذه الأثناء يقدر يسوي السيفتي ستوب بسهولة، لأنه راح يظل واقف بالمكان طول ما هو ماسك البوية. وتدريب ممتع ومميز للجميع.